كريم، ولقطات مهمه جدا كنا حريصين ان احنا نزيحها مباشره لكل جماهير الكره المصريه في كل مكان عشان تطمن على منتخبنا الوطني. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها قبل ما اطلع لفاصل، فكره طريقه اللعب هيغير طريقه اللعب، هيلعب باثنين راس حربه، هيبدا بقفشه، لا هيبدا بتريزيجيه 4-2-3-1 4-4-2. انا والله بتفرج على كل الاستعدادات لمنتخبات تانية بره وبشوف الاعلام بيتكلم في ايه، محدش بيتكلم على طرق لعب ولا خطه لعب ولا مين هيبدا في التشكيل ولا مين مش هيبدا في التشكيل. الامور دي تبقى خاصه بالجهاز الفني وايا كانت طريقه اللعب. انا يهمني كاعلام او يهمني كمتلقي النتيجه والاداء في المباراه، وبعد كده اقيم بقى طريقه اللعب. لكن اكشف بعض الكواليس واتكلم على التشكيل وطريقه اللعب، صدقوني ده مش صح. ولو بصينا على اعلام بره بيتكلم ازاي، الخريطه اتغيرت، ولازم نغير كمان تفكيرنا في الحديث عن منتخب الوطني، خاصه لما بيكون داخل على مباراه حاسمه. وخدوا بالكم الاعلام المصري او الاعلام الراديو في مصر في سبوت كبير جدا عليه من بره، والناس كلها متابعانا وعارفه ايه اللي بيتقال، كل كلمه وكل حرف بيوصل بره بالتاكيد قبل هذه المباراه المهمه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل